جولة سريعة على برامج الام تي في بآخر أيام السنة. موعدكم الساعة 6:30 مع حلقة جديدة من علم وخبر مع الزميلة غادة عيد. رغم كل النقاط المهمة والمشاكل كمان يلي عالجتها طوال الأشهر الماضية، الليلة حلقة تفاؤلية وإضاءة على إنجازات لبنان أمنيا اقتصاديا وسياحيا. يعني من أبرز الأشياء اللي رح تضوى عليها مثلا بالأمن، رح نحكي عن إنجازات قوى الأمن والجيش اللبناني والجهود المزدوجة بمكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة والقبض على الخلايا يلي بتهدد الأمن والاستقرار. بالسياحة حجوزات الفنادق وأرقام مهمة بتبشر بموسم سياحي مميز، خاصة أنه عم نحكى كتير بالصيف بعد نجاح الموسم السياحي بالأعياد. كمان عم ينحكى انه بالصيف ناطر لبنان يعني محطات مهمه بالسياحه وخاصه من الدول الاوروبيه. رح نعمل جوله على برامج الليلي عبر الام تي في، برامج سهره راس السنه. بدي اقول انه على الساعه 8:30 مباشره بعد نشره الاخبار انتم على موعد مع موعد منتظر من سنة لسنة مع ميشيل حايك يلي رح يعمل جردة حساب 2016 ويضوي على توقعات 2017 مع زميلتنا رانيا أشقر. أما سهرة راس السنة يلي بتبدأ مباشرة بعد توقعات ميشيل حايك فبتقدمها أنا بيلا هلال والزميل محمد غيث. من أجمل السهرات اللي ممكن تتابعوها عبر الشاشة، المميز فيها أنه في رقم مباشر 0464 تتواصلوا معنا من خلاله بدون أي كلفة إضافية، أكيد تتواصلوا وتحصلوا على جوائز نقدية على فرش بيت كامل وكمان في مجوهرات. غير أنه السهرة رح تكون مميزة من ناحية الفنية، الفنان عاصي الحلاني رح يولع المسرح بأجمل أغنياته، بنته ماريتا كمان رح ترافقه بإطلالة مشتركة، موعد مع البسمة مع ميشيل أبو سليمان، جي مانوكيان رح يكون على البيانو مع أجمل معزوفاته، الراقصة إليسا رح تقدم لوحات شرقية مميزة، وكمان توقعات الأبراج مع الزميلة كارمن شماس، جولة على 12 برج وأبرز التوقعات بال 2017. نهار الأحد الساعة 4 بعد الظهر جيري غزال وجيسيكا عزار بيعملوا جردة حساب على الـ 2016 بحلقة أكيد مميزة بتوب 5 السنة. وعشية الموعد المنتظر ليل الأحد مع حلقة جديدة من رأس النجوم، وهالمرة الضيفة هي مايا دياب. في زوم لكم أكثر، في زوم خبر أكثر عن برامج الام تي في اللي معودين عليها أنه تكون دائما بالطليعة. السهرة بتبلش على 8:30 على الام تي في، كونوا على الموعد. توقعات الأبراج هالمرة من عنا مع ميرا شبيب، منتبعها هلأ.